مشاركة جميلة جدا، والحمد لله كنت موفقا، و يعني كنت موفقا يعني بالجمهور والمستمع واللي كيشوف بانه الحمد لله داك الشيء كان في المستوى، وجاب الله التيسير ودرنا اصدقاء على الصعيد العالمي يعني، وفرحنا ونشنا والله يجزيهم بخير، تا هما ذوك الناس ينظموا. هذيك السيده الله يهديها، وكنقول لها هذا المنبر هذا مع السي رمضاني، كنقول ليه بانه هو بعدا هو كيحمقني، لانه انا عزيز عليه بزاف وعزيز عليا، وغادي فواحد القمه تبارك الله ديالو، يعني غادي يوصل ان شاء الله القمم الكبرى ان شاء الله صراحه هذه. اما القضيه ديال المشكل ديال اسمها دو فويس، كاين واحد النوع ديال الناس محسدين مغيارين، فهمتي؟ لا بدا يصوروا اللي كانوا، انا كنت نايف ذاك النهار، باقي عقلي كنقول ما باقي صغير، لانه كنعطي اللي عندي، ماشي واحد كان انا اللي بغاني كيعطي كنعطيه ونعطيه اللي بغاو، يقول لي ويدير اللي عجبه، ويدير زوينه بغي يزيد فيها يديرها خايبه باش انا ناكل العصا. والناس السيده ما عقلش على سميتها، عندها الزهر نقولها من هنا، عندها الزهر ما عقلش على سميتها، بالاسف خلاتني بواحد، بصراحه خلاتني بواحد المده ديال تقريبا شي 15 يوم وانا مقلق جد، ما كانت في دارنا ما كندويش علاش فلان باع الماتش، مشى قال بان النتيجه الفلان فلانيه هي كذا فلان وفلان وفلان. شوف حنا عطينا لك حلوه باش تقوليها، ولكن ما لا داعي فلان راه دار حشومه، هادي بقات فيا بزاف، ولكن نجحات، كلشي كيتكلم، يعني موتوا قال لك موتوا بغيظكم لن يغفر الله لكم، ابدا ما وخير بخير. شوف اللي عنده رضا الوالدين، اللي عنده رضا الوالدين ما عمره يخاف، ورضا الاحباب والاصدقاء صراحه هي هادي. سي رمضاني عزيز وغالي، سي رمضاني عزيز وغالي.